فهي المؤسسة الوحيدة اللي كانت بتصر لازم الأنشطة تبقى دايما أنشطة رياضية. المؤسسة اللي كان الإصرار ده من عند مين؟ من رئيس مجلس الأمراء. ويعني كان يمكن أنا بقيت المؤسسات كان ممكن يعني من المنتهى بالظبط. توفير كافة الأنشطة اللازمة للمتواجدين من الأطفال والأبناء بالمؤسسة. بالظبط كده. دي أنشطة رياضية. حتى أنا أول ما جبت البنات للدار كان في منهم بنات تعدوا السن 12 و13 و11 سنة ما كانوش في دراسة، أصر إن هو يوديهم فصل الواحد. كما أنه أصر على استكمال تعليم من لم يتم استكمال تعليمه من مدن. كان في حاجة عندنا يا فندم في التضامن الفصل المجتمع الواحد، كان في منهم بنات في الفصل المجتمع الواحد وبنات دخلوا المرحلة الابتدائية اللي هم ما تجاوزوش السن. بالظبط. بالنسبة كمان للناحية الطبية، يمكن أنا كنت مرة بالصدفة في الدار، فأنا في بنت جاية بتبوسني فلقيتها دافية شوية، فقلت لهم يا جماعة البنت دي دافية شوية، طب ممكن تدوها دواء سخونية؟ أنا بحكي الموقف ده وأنا مش في دماغي اللي أنا بحكيه دلوقتي. قال لا لا لا، دواء سخونية إيه يا أستاذة؟ احنا نجيب الدكتور، احنا ما نعرفش السخونيه دي منين. ده موقف كان في اهتمام بالمنتهى. بالظبط. الفتيات المتواجدين عايز اقول بقى حاجه انقل لحضرتك، يعني صوره يعني مهما تتجسد مش هتتجسد زي ما انا فاكراها في ذهني الى الان. وقت تسليم البنات بالظبط. في اليوم ده كان يعني احنا بدانا نشتغل تقريبا من الساعه 3. شين هل لديك في حاجه ثانيه عايز اسالها؟ سؤال كمان. خلاص اخلص الجزئيه دي معلش. هي مرتبطه بالسؤال اللي قاله قبل كده؟ لا خالص. عشان انا قال لي هل لديك اخبار اخرى؟ هو عاوز يسال بس سؤال ثاني. طب اتفضل. اوكي. طبقا لما قررتيه امام الهيئه في موقعنا الاقتراب من الجمعيات، اللاحظت تطور وتقدم وتحسن في المستوى التعليمي والسلوكي والخلقي للبنات؟ يا فندم انا طبعا حتى البنات استاذ او من المتواجدين من الفتيات في مؤسسه الامين، هل لاحظت تقدم مستوى والتعليم الثقافي النفسي؟ انا كنت جايبه بالنسبه لهم أنا كنت جايبة البنات دي يا فندم من تحت الكوبري، كانوا مع الأب والأم وكانوا بيتسولوا بيهم. المحافظ كان ماشي قال لي أستاذ حسام من فضلك خد البنات وسيب الأب والأم. خد البنات من تحت الكوبري حضرتك. البنات دلوقتي بيقولوا بابي وماما. يعني أنا عايزة أقول يعني حضرتك تقدم على مستوى التعليم والثقافي والنفسي للولاد دول اللي احنا خدناهم، كانت ظروفهم قبل ما يدخلوا الدار غير صحيه، يعني عشان برضه يبقى الكلام يبقى. هل اتصل العلم بأي من الأنشطة الخيرية التي قام بها المنتهى في محافظة اليسوعية؟ طبقا اللي مرتبط بالدار عشان حاضر ونعمل كده ايه يعني ما هل اتصل ايه بكافه الانشطه اللي كان يقوم المنتهى بتوفيرها لجميع الايتام في السوق؟ طبعا الايتام والاسر الكل الرعايه. انا المنتهى كان بيساعد مذكوري دي كده ولا ايه؟ مساعدة، عايز اقول لحضرتك مساعدات غير عادية. هو اللي شال محافظة بني سويف في الصيون والامطار، هو اللي شال محافظة بني سويف في كورونا. المؤسسات اللي كل اللي انا يعني في دار فاقدي الرعاية ان هم اولاد الشوارع، يعني هو كان بيتولي كل لبسهم وما كانش كمان بيجيب طقم واحد، كان بيجيب 6 أطقم لكل فرد ولكل ست ولكل راجل ولكل اولاد. انا بقول حق ربنا بينفق عليهم جميعا، يعني ما كانتش قصر على الدار بس اللي هو لا يا فندم، لا ده الدار دي تعتبر حاجه قد كده من هو كان شايل المحافظه كتير في المحافظه. ماشي يا فندم. انا قعدت سنه يا فندم
غير كده العالقين يا سين من الدفاع، هل المذكرة المقدمة مني والمنسوب تنفعها إليك صادرة عنك؟ عرضناها عليها. شايفة ان هي بتلق معاهم. لا يعني مش توقيع في العالم. لا يا فندم. مش توقيع. والمذكرة دي بتاعتك خالص؟ لا يا فندم. اللي كانت دافعها دي؟ لا يا فندم. خالص. لازم نعملها في المكان. اتفضل. يعني الدكتورة التي أخذها بتاعها لازم تكون موجودة. كتاب مؤرخ 13 من مركز الورد على الشهيد كتاب مؤرخ 13/20/21 من مركز التوجيه والإرشاد النفسي مركز التوجيه والإرشاد النفسي وإذا كان فمه مضمون هذا الكتاب. عرض يا شيخ. طيب أنت بتعرض عليا مذكرة. أيوه عرض. المركز الإرشاد النفسي. سين من الدفاع وهو مضمون. مضمونه؟ أه مضمون. هقول لك. اتفضل. اولا كان في تقدم جدا بالنسبه للبنات، الفتيات في تقدم بنسبه كبيره. كان في يعني من ناحيه اللي هم العرض على المركز الارشاد النفسي كان في تقدم بالنسبه للبنات حقيقه على نحو الكلام اللي انتوا قلتوه كده بالظبط من الناحيه الثقافيه النفسيه بالظبط دي حقيقه. هل تضمن الكتاب المشار اليه إشارة واضحة من المرسل لحضرتك مدير المركز أن هناك تقرير مدورة على المركز مؤرخ 21/9 يتضمن صياغة المفهوم من هذا الكتاب؟ يا فندم أنا سمعت هل تضمن الكتاب المؤرخ 13 أشار إليه ما يفيد أن تقريرا مدورا منسوب إلى مركز الإرشاد والتوجيه النفسي يتضمن سياقا للحقيقه ان المركز المشار اليه قد اوصى بسرعه نقل الطفلتين نعمات وندى لما يتعرضن اليه داخل الدار؟ نعمات وندى؟ بالنسبه يعني موضوع ندى ونعمه اتصل بيا الاستاذه منى الشبراوي رئيس الاداره المركزيه للرعايه وقتها يوم الجمعه كانت الساعه 3 العصر الجمعه اللي هو كان يوم 24/9 تقريبا 24/9 كان سنه 21 بالظبط. قالت لي استاذة احسان من فضلك انا عارفيه بنتين عند بنتين عند الباشمهندس محمد امين يا ريت تاخديهم وتوديهم مركز استضافه المرأة. قلت لها حاضر. يا ريت تاخديهم وتوديهم مركز استضافه المرأة المعنفه في مركز استضافه المرأة المعنفه لبني سويف. المرأة المعنفه بالظبط لبني سويف. طبعا انا رحت متصله بمدير الاسره والطفوله والتدخل السريع ومدير الدفاع الاجتماعي عشان ينزلوا الدار. انا كنت فعلا في بني سويف. الناس يعني عشان يحصلوا هم دول الاداره ادارتي يعني الاداره تتابع عليها عشان يتفادوا الموضوع بالظبط. بعدين نزلوا يا فندم نزلوا الدار لقوا الدار ما كانتش مقفوله والسوبر ماركت اللي قدام الدار قال لهم ده البنات بيتوسعوا. وقال ان البنات دار الامين مغلقه وكانوا بيتفسحوا في القاهره تقريبا في دريم بارك او حاجه كده دريم بارك بالظبط.
طبعا رحت انا متصله بالاستاذه منى، قلت لها استاذه منى الجماعه نزلوا لقوا الدار مقفوله وقالوا ان هم في القاهره في جرين بارك. جت الساعه بالظبط لما بلغت كلمتني بقى الساعه 9:30 بالليل قالت لي خلاص يا احسان احنا خدنا البنات من القاهره.